لا يجب تصنيف داعش على أنه سنة، يعني صحيح لأنه مفتي السنة في العراق الحقيقة وصف داعش بأنه تنظيم إرهابي. لا، لأنه شوف التصريحات، حتى تصريح مقتدى الصدر بحمل السلاح طلع غير صحيح. سيدي، الفكرة أنه الحل ننظر له كأمن الخليج، ننظر له إلى جانب عسكري أو يعني يعني تدخل عسكري، ما نتصور، ما أتصور في تصوري أنه هو الأسلم. أنت أمام dead end بسبب شخص مرفوض من كل الأطياف الموزايك العراقي وهو المالكي. المالكي لن يترك السلطة، ولا حل سوى أن يترك السلطة المالكي والمؤتمر. هل ممكن يلعب ورقة داعش؟ داعش عشان يبقى؟ داعش سيدي عشيرة واحدة في العراق كفيلة بالانتهاء من أفراد داعش، لكن ظلم الذي حدث على طائفة من طوائف العراق الأساسية لمدة سنين، الاعتقالات على الهوية، التصفية، كل هذه، هي هذه التراكم اللي أضيفت لداعش وجعلته البعبع الذي نخشاه. لذا أنا يعني الحل مو أني بالنسبة لنا، لأنه إحنا ما نخاف من داعش، إحنا عشيرة واحدة. هل تمتد من العراق إلى محيط إلى منطقة خليجي؟ الخليج طبعا، لأنه على الحدود الكويتية يعني إذا جاز أن نقول، يجب أن يختفي طبعا. والحدود السعودية وأردن، عندك منطقة، إحنا عندنا 6 دول حدود وياها العراق. فسيدي إنه الفكرة إنه الحل يجب أن يكون سياسيا، هل يتم على أرض العراق المالكي تشكيل فوري لحكومة إنقاذ قوية، وجه مقبول، وليكن مثلا دكتور عياد العلاوي، أنا لا يعني بالمثل أعطي كوجه ليبرالي عروبي من الطائفة التي تمثل غالبية الموزايك العراقي، فإذا هو وجه يعني أو شخص من هذه النوعية، وحكومة إنقاذ سريعة، لأن المالكي لن يترك لسبب بسيط، 8 سنين والموازنة لم تقدم، فأنت أمام موروث من فساد لم يشهده العالم. يعني إذا ترك الماء، إذا يخشى من هذا. إذا أردنا أن نحل الأمر حتى لا يخرج إلى المحيط الخليجي ثم المحيط العربي، فعلينا أن يكون هناك حل سياسي الضغط. ثم حل عسكري. أنت مع هذا الحل؟ يعني الحل العسكري اليوم هذا بكل حماقة قصفت الطائرات قوات البشمركة.